مضيع علينا مصر. احنا ناس كبار، عايزين كل واحد وظيفته. حاجه نصبوا علينا، نصبوا علينا، قاعد يقولوا التاشيره جايه يوم الاربع، يوم الاحد، يوم الاربع، يوم الاحد، وما جاتش التاشيره. جينا نسال قالوا ده طلعوا نصابين. احنا ناس كبار، ما صدقنا ان مسكنا في جمعيه ودفعنا الفلوس، ما قلناش لا، وحضرنا حاجاتنا في الشنط. حرام يا ناس، احنا مسلمين. حزبي الله نعم الوكيل، حزبي الله نعم الوكيل، حزبي الله نعم الوكيل. اللي نصب عليك مصري ولا سعودي؟ المصري مع السعودي، الاثنين مع بعضيهم. اللي خد مننا مصري بس، السعودي هو اللي جه التأشير من السعودي وكده مع بعضيهم، واحنا ما نعرفش. طيب هم عملوا معاكي بعد المفاوضات اللي حصلت الصبح؟ ما عملوش حاجه خالص ولا اي حاجه، سايبيننا الرن في الشارع اهو. ده كام يوم كده؟ من امبارح، من لو كان المفروض احنا نسافر بكره يوم الجمعه، واحنا كده اهو رايحين جايين في الشارع اهو. حرام والله، حرام حرام. احنا رايحين لربنا، احنا مش رايحين نتاجر ولا حاجه، احنا قاصدين وجه كريم. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا سفير رد علينا، يا سفير، يا سفير، يا سفير رد علينا، يا سفير، يا سفير، يا سفير رد علينا، يا سفير، يا سفير رد علينا، يا سفير. السعودي سرقنا ولا ايه؟ رد علينا الله يخليك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سفير قول مين اللي سرقنا؟ يا سفير مش عايزين الا التأشيرة، يا سفير مش عايزين فلوس، عايزين التأشيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل.